حط لي سكينه في كريمي وهاي الحل. تعال كريمي آه. ديجا تو بريسك نعمل لها شهرين اللورا من تيلي، هو السيد هذا قاعد بجنبي حاط لي سكينه في كريمي. ومن تيلي شنو هي؟ حاط لي سكينه في جنبي. في جنبي وقدام حاط لك سكينه في كريمي. قالوا لي رانهتش عندك، انا ما عدناش ونحبوا نكملوا الشيخ، وهي بنهار السبت في الليل. قالوا نحب نكملوا الشيخ وما عدناش. قلت له باش تذبحني على خاطر وش عندي؟ قلت باش تخطر روح على خاطر، اذا حطوا عندي حتى 200,000 باش تخطر روح على خاطر شنو؟ قلت له هز قلت له هز الموجود، هز لي زوز هواتف جوال، زوز تليفونات والمبلغ المالي. قديش قيمته؟ مبلغ قيمته 80 دينار. 80 دينار شو تحط هذا؟ اي هزوا المبلغ وكل شيء. وبعد ما هبطوا قالوا لي يا سيد تو باش تور الحرس، هزوا قالوا لي باش تشكي بينا، هزوا الحجر باش يكسروا لي السياره الاجره، واللي انا نخدم صانع معناتها مش متاعي معناتها. الموضوع هذا الاخرين اللي باش نحكوا عليه هو موضوع استدراج سائقي سياره الاجره والتحويل وجهتهم، او بالاحرى استدراجهم الى اماكن مظلمه في شير الدواريشر. الشخص اللي يستدرج سائق سياره اجره يجيبه للتذمر مفرده، يركب بحذاه بتليفونه، يتصل بشخص اخر يستناه في نقطه معينه، يلقى شخص يستنى فيه، توقف التاكسي اوتوماتيكمون، معناها يلقى روحه قدام ناس تحمل اسلحه بيضاء كما السلاح هذا اللي حجزناه في موضوع سائق التاكسي اللي تعرض لمحاوله قتل وبشر قضية في مركز 18 في حي التضامن، والشخص تبع لنا احنا هنا في دواريشر تعرف عليه عن برشة تساوى ولا ناجة من الليلة الأولى، تعرف عليه بقينا نتابعه فيه من رمضان للتوى، تمت محاصرته في بلاسة شديناه. السكينة هذه توجدت نهارة الموضوع في السيارة واللي بوسطها تعرض سائق السيارة إلى محاولة قتل، طعن على مستوى الرقبة، كما عثرنا على هذا السلاح الأبيض صنع لدى أحد الحدادين في المنطقة، سلاح كله جديد ومرتسور تاع كهرباء ولا تاع مرتسور تاع موتور، أكثر من 50 سنتي طوله. كل هذوما الأسلحة اللي قاعدين يستعملوا فيها في سلب السيارات، سيارات الأجرة. الشخص هذا كي شديناه اليوم جبناه، لقينا بحوزته مادة مخدرة، سلاح صغير معناها شفرة حلاقة يتولى معناها تهديد بها أو يعتدي على ذاته البشرية، يحدث جروح بشربك الدوريات وأما مسيل من الدماء. هنا نحاول نسعفوه ونطبقوا عليه القانون، متعلقين به 8 جرائم كلها جرائم ذات سبقة جنائية، محاولة قتل، سرقة موصوفة، برشا مواضيع. كل موضوع يتفصل بالأنكار باش يفهم. ولهنا العباد عرضناهم عليه، تعرفوا عليه كما كنت تسمعوا في السيارة، تعرف عليه من الأول. قالوا أنت معناها اللي هزيتني من البلاصة الفلانية وسلبتني فلوسي وسلبتني. نهار اللي تحولنا لمكان الجريمة تلقى سيف كيف هيك، شنو المنتظر من سيف هكا؟ سائق سيارة أجرة شاب عمره 30 سنة، 3 من الناس ولا 4 من الناس يستدرجوه، تلقى سلاح أبيض ملقى في السيارة، كاسة مش موجودة، انت صندوق تاع اللي لم فيه الروسيت تعرف مش موجود، انسان لما وحاول قتل عندنا شكون تضرب في بهم هل تبركات وطفله وطفل معناتها وقعد يفارع فيهم اللي كرهبه دخلت بهم في بوتو وغمي علي، فما شكون وصل للمات، فما شكون تتغر، فما شكون تفكت كرهبته لحد الان ما لقوهاش، فما شكون اللي خلطوا على الكرهبه نتاعو شيره القصرين، معناتها شيء كبير البركاجات هذه. واحنا والله العظيم نامنوا في الخدمه معناتها بشق الانفس، والواحد كي يروح صباح لوليداته يستحمد رب. صحيح فما وقفه امنيه، اما رانا نطالبوا بالمزيد، والمزيد كيفاش يكون تنسيق ما بين فهمتني المؤطرين نتاع التاكسيات ويكون ما بين اعوان الامن، فما اعوان امن يفهموا التاكسيست كي يبدا جاي من بعيد يعرفوا متضايق ولا مش متضايق ويخضعوا للمراقبه، وفما امنيين اللي دخلوا معناتها تو ما يعرفوش سر المهنه داخلين معناتها الامن العموم ما يعرفش مراقبه نتاع التاكسي، ما يعرفش التاكسيست هذاك راهو في خطر ولا مش في خطر. بورتو قبل فما اشارات تقع ما بين السائق وعاون الامن وفي سما في قبيه ويقع فهمت التصدي للجريمه. مره انا صارت لي في واد الليل، من
في حي النجات، معناتها كورسة من وسط البلاد من باب الخضرة، قال لي تهزني لحي النجات، معناتها خارج من عرس شارع مدريد، من عرس من صالها، معناتها إنسان محترم. وصلته للواحد عرضوني في البطحة، معناتها ناس جات، معناتها ناس بندية بسكاكن واحد، ما هربت، وليت هربت، ما هربت، هربت بجلدي يعني.